السلام عليكم. اليوم انا جيت نهضر لكم على عفسه ديرونجاتني بزاف، واللي هو الشيخ شميسو. هذا اكتب حتى فاقوا كاع به الناس داروه تمسخير. لا يجوز للمرأة ان تتزين الا لزوجها. اكو تسمعوا يا اصحاب طالع الاظافر، حرام عليكم. راني نشوف عجايز يا عبد ربي، عجوزه عجوزه طبطبت، ما بقى من نهارها نهار. هذا شيخ، هذا شيخ يهدر هكا. ما بقى لا غير الماء يسخن، وزعما دير طالع اظافر وخارجه. ومن بعد وحده جات عندي هكذا صبعتي، يا شيخ ادعي لنا. قلت لها ندعي لك تنحيه، تنحي هذه طالع الاظافر، لان الوضوء. هذا صح. شوفوا الفرق بيناتهم، شوفوا الفرق. شو هذاك فيه؟ قصة لثلاثة نفر ممن كان قبلنا. قص النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري قصتهم، وفيها عبر عظيمة، وفيها فوائد جمة. ثلاثة ممن كان قبلنا انطلقوا في سفر من أسفارهم، في رحلة من رحلاتهم، المهم أنهم كانوا ثلاثة. فآواهم المبيت، نزل عليهم الليل، فمروا في الطريق فرأوا غارا. واللي حب يشوف الحكايات والقصص تاع بكري، هذه الباجة تاعهم وجاهلة بزاف. هذه وجاهلة بزاف. دوكا نروحو للسوجي تاعنا. شوفوا هذا لا تعرفوها. المهم جابوا شيخ شميسو باش يحكم بيناتهم، وهذه المرأة مغبونة جات تحوس على بنتها ويخرجوها من الأزمة، والشيخ شميسو كيف يهضر معاها؟ دوش قال لك ما تعطيها له. الله أكبر. وأنا مشيت الطفلة متعلقة مع الطفل، قلت دوك يجيها بيا ويجيها. إيه مالا قرار النساء الآن. باباها قالها ما تعطيها لهمش. لا الراجل يعرف. أنا أظن أن كنت على بالك بأنها مغتصبة وأنها في علاقة مع رجل. سأبدأ من أين انتهيت. نعم. يعني أنا نظن بأني أنت كحدث، لأنه حتى إذا قلنا هذه البنت ما هيش ضحية، ولكن تبقى في جميع الحالات في سن. تقولي لي لا، تقولي لي وضعي. بلي بلي بنتي هي خيانة ثقة الأولياء. الوقت ونفسه جنية الاختطاف لعقوبة المرة الثانية. ومو مطلقة في غير ديزال، وعند الوالد ما كانش كون يعزها. خويا مسكين معوق شي عس. انت مخليه. انت بازا، انت عرفتيها من بنتك. واه. وبنتك عرفتها من الفيسبوك. واه. شكون اكد لك انت بلي صح هذا انت بازا؟ ما يسكنش في بازا. وصح ميليتا. يسكن في ماماش. هاني نفهم فيك باش الناس تفهم. ما سقسيتيش عليه. وشكون يبين لك بلي هذيك يماه اللي هضرت معك في الهاتف؟ دروك من بعد كي صرات هذيك القصه، كي داو رابعه وصلت هذيك وقعد معايا. المهم لا حبوا تشوفوا الحكايه كاع، دخلوا لهنا ها هو كتبوا هذا وتيبوا. المهم الشيخ شميسو هذا ما حبوش كاع يفهم شرايط هذه المسكينه. المهم ما حبش كاع يفهم عليها، وما خلاش حتى تكمل هضرتها، ما خلاش حتى تكمل هضرتها. شوفوا لي كومنتير. في الاخر انا واش نقول لك شيخ، ربي يهديك والله، ربي يهديك. والسلام عليكم وبقول بقى.